طيب وانت معانا بقى كده حته كده دندنه كده يعني. بص زمان قوي يا كابتن طارق، انا كان في مطرب شعبي وكنت بسمعه دايما في لما كنا نكسب ايام السبعينات، فاسمح لي اغنيك حاجه. يعني معروف المطرب ده معروف ولا؟ مش مع والله ما اعرف اسمه فعلا يعني، بس عارف انت ايام زمان لما كانوا بينزلوا في السبعينات الكاسيت عندي اول ما نكسب دوري او كاس، تمام، نسمع بقى. طيب فكان يقول ايه تيراري لدي لدم زماليك، تيراري لدي لدم زماليك، بصي وشوف لعب فاروق وغزلته لما تروق، بصي وشوف لعب فاروق وغزلته لما تروق، يا ملك النص انت يا استاذ تلاقي طه بالفريق اوام، ياخدها شمال يجيبها يمين، اسرع بالباب العالي الشديد، اهم دول الهندسه كليه مش مدرسه، يا زمالك يا زمالك يا هندسه. انا بعتذر لكم جدا يعني، لا والله دي جميلة جدا، كلماتها حلوة والصوت ما شاء الله حلو. ربنا يخليك. طبعا هم انت هتخلينا ندور على مين الراجل اللي مين اللي مطرب ومين الملحن و... والله فعلا انا يعني مش فاكر غير. اتفضل يا كابتن طارق. لا انا بقول لك انا هتخلينا ندور على الأغنية ومين الملحن ومين المطرب، لانها كلماتها الحقيقة برضو كلمات جميلة. كان مطرب شعبي وكانت غنوة جميلة كانت محببة ليا وانا طفل جدا، وكنت بغنيها في مناسبات كتيرة جدا جدا مع اصحابي. انا اول مرة اسمعها الحقيقة. احنا اول مرة نسمعها يا ابو حميد.